العمل الذي يقوم به مكتب التكوين المهني وإنعاء الشغل مع الخطوط الملكية المغربية فيما يخص تكوين خاصية هذه الشركة. فبعد نجاح تكوين الأخصائيين فيما يخص صيانة الطائرات، سنقوم إن شاء الله بمعية جميعا بتكوين مضيفين ومضيفات طيران. وهذا العمل التشاركي الذي أعطى نتيجته الذي كيعطي مثال لجميع القطاعات فيما يخص جعل الطاقات البشرية مؤهلة تكوينا جيدا لمواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه بلادنا.